مع الحدث. أهلا بكم أيها الأحبة، صباحاتكم خير. والحديث عن ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ خليفة بن سعيد العبري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، وعضو باللجنة التنظيمية للندوة. أستاذ خليفة، صباحاتك خير، أهلا وسهلا بك. صباح النور، ورحب بالمستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم. يا مرحبا. يعني نحن سعيدين جدا بوجود هذه الندوة التي تأتي كمتابعة لقرارات سيح الشامخات، والمتابعة تعتبر طبعا جزء لا يتجزأ من أعمالنا حتى نضمن تفعيلها. ما هي الأدوات التي ستستخدمونها في هذه الندوة لقياس مدى تفعيل القرارات التي أعلنت في سيح الشامخات؟ في البداية بعد صدور قرارات سيح الشامخات كان هناك برنامج كان اسمه برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كان هدفه الأساسي هو متابعة تنفيذ القرارات من خلال التواصل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بهذه القرارات. وبعد إنشاء الهيئة تولت الهيئة هذه المهمة، وقامت الهيئة خلال العامين المقترنين بإقامة 3 ورش عمل. كان الهدف من هذه الورش هو متابعة تنفيذ القرارات وعرض ما تم تنفيذه من القرارات على جميع المهتمين. وبالفعل هذه الورش تم بثها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتم كذلك وضع جدول يوضح موقف تنفيذ لكل قرار في جميع وسائل الإعلام، إضافة إلى كان هناك عقد لقاءات مع رواد الأعمال لمعرفة يعني مشاكلهم أو معرفة الإشكالات التي يواجهونها بشأن تنفيذ هذه القرارات. وخلال الشهرين الماضيين كان هناك أيضا ورش عمل في مختلف محافظات السلطنة لاستقراء آراء رواد الأعمال، آراء الشركات، آراء الطلبة، آراء الشباب، كل المهتمين بالقرارات لمعرفة آرائهم بموقف التنفيذ، كذلك معرفة مقترحاتهم التي يمكن الأخذ بها لتطوير هذه القرارات. وكذلك هناك التواصل من خلال التويتر والفيسبوك وموقع الهيئة. كل هذه الأدوات كان هدفها معرفة آراء ومقترحات الشباب وأصحاب المؤسسات المتوسطة في الموقف التنفيذي لهذه القرارات. نعم، إذا مع وجود يعني كل هذه المتابعات خلال العامين الماضيين عبر ورش العمل ومتابعة الجهات كما ذكرت، ووجود هكذا تهيئة ل يعني ما سيصدر عن هذه الندوة، ما الذي سيتم في هذه الندوة إذا أستاذ خليفة؟ هو الندوة طبعا هي تهدف أولا إلى معرفة ماذا تم تنفيذه من قرارات الإعلان، يعني إعلان أو الإعلان عن الموقف التنفيذي لهذه القرارات جميعها. طيب، الشيء الثاني معرفة إذا كانت هناك أي إشكالات أو أي آليات تنفيذ لم يتم من خلالها تنفيذ القرارات، وكذلك بعد ذلك مناقشة ما هي الخطوات اللاحقة التي يمكن اتخاذها لتفعيل التنفيذ، وكذلك إذا كان هناك أي مقترحات إضافية تهدف إلى تنمية هذه المؤسسات حيتم اتخاذها ومناقشتها في الندوة. طيب، من خلال متابعتكم الأولية دعنا نقول أستاذ خليفة، ما هي المراحل أو كيف من الممكن أن نقيم المراحل التي وصلت إليها الجهات المختصة في تنفيذ هذه القرار، كونكم يعني الجهة المعنية بهذا الموضوع؟ الموقف يختلف من قرار لقرار. يعني معظم القرارات تم تنفيذها، في بعض القرارات لا زالت فيها بعض الإشكالات في آلية التنفيذ، وهذا اللي سوف يتم بحثه ومناقشته في الندوة. نتكلم عن قرار أو قرارين هناك الكثير من الحوار والنقاش بشأنهم. إحنا لما نتكلم عن شيء مركز اللي هي إعطاء 10% مناقصات المشاريع الحكومية للمؤسسات المتوسطة، هناك كثير من الحوار حيكون بشأن هذا القرار. والقرار الآخر اللي هو تأخر الدفعات المالية للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، هذين القرارين هم اللي قد يكون هناك حيكون حوار ونقاش مطول بشأنهما لمعرفة الآليات التي تكون أكثر كفاءة لتنفيذها في المرحلة القادمة. نعم،
تأخر الدفعات المالية وتنفيذ القرار المعني بالمناقصات 10% الخاصة بريادة الأعمال أو بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا يعطينا إشارة إلى يعني الجهات المعنية. ماذا عن الجهات المعنية اتجاه رواد الأعمال؟ هل أيضا هناك تحديات تواجه هذه الجهات المعنية مع رواد الأعمال أو طبيعة التعامل معهم للاستفادة من كافة الفرص التي وفرت لهم عبر هذه الندوة؟ طبعا في تحديات، وهذا دورك مدوان الهيئة، وإحنا بدينا في المرحلة الماضية اللي هم دورات التدريبية ودورات توعية وورش العمل، هدفها كلها اللي هي تبسيط وتوعية رواد الأعمال أولا بالإجراءات التقومية، ثانيا بآلية عمل مشاريعهم كيفية تشغيلها، وكل الهدف هذا حتى يكون هنا على معرفة ودراية بمشاريعهم، لأن في بعض رواد الأعمال إشكاليتهم ليس لهم معرفة ودراية بالإجراءات الحكومية أو بآلية العمل الجهات الحكومية، وذلك يكون هناك نقص في تقديم الأوراق أو عدم استيفاء البيانات المطلوبة، بالتالي يؤدي إلى تأخير إنجاز معاملاتهم، وهذا اللي كنا نحاول نعمله في الفترة الماضية لمساعدتهم على التغلب على هذا الجانب. نعم، الآن عندنا الجهات المعنية التي تقوم بتنفيذ هذه القرارات وقامت بتنفيذ بعضها كما وضح من كلامك أستاذ خليفة خلال العامين الماضيين، الجهة المقدمة للخدمة والجهة كذلك المستفيدة من الخدمة وهم الشباب من رواد الأعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هل يعني شعرتم من خلال البحث الدائم خلال العامين الماضيين أنه هناك شيء غير واضح في هذه العلاقة؟ ما أريد استخدم كلمة فجوة، ولكن خط هكذا منقطع وليس موصول بالكامل ما بين الجهات المفاعلة لهذه القرارات وما بين رواد الأعمال. طبعا لما أتكلم عن رواد الأعمال، يعني هناك في بعض القضايا اللي رواد الأعمال تهمهم بشكل كبير جدا ويواجهوا صعوبة في التواصل بينه وبين المؤسسات الحكومية، هي موضوع الإجراءات الحكومية. هي من رواد الأعمال يرون أن هناك إجراءات حكومية مطولة، وأن هناك تأخير في إنجاز المعاملات، وأن هناك في بعض الإجراءات تستغرق فترات طويلة، وهذا أحد أهم الإشكالات اللي دائما يتم بحثها ونقاشها، وكذلك حتى التواصل مع الجهات الحكومية بشأنها. وكان آخر قرار تحسين مخات اللي هو تفعيل المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، لأن هذه المحطة سوف تعمل على حل كثير من هذه الإشكالات، وهناك الآن برنامج مكثف في وزارة التجارة لحل هذه الإشكالية من خلال برنامج إلكتروني متكامل لإنهاء هذه الإجراءات، والتي من المؤمل أن تنتهي في نهاية هذا العام، ونأمل بانتهاء هذه المحطة وباستكمالها أن يتم هناك حل كثير من هذه المعوقات وهذه الإشكالات بإذن الله. يعني تكون كذا جلسات أيضا مفتوحة نقاشية للخروج بأفضل الحلول والاستفادة، يعني ستعم الجميع، جهات تستفيد من هذه الكوادر الشبابية والكوادر والطاقات الشبابية تستفيد أيضا من حضورها في مثل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الآن كيف سيتم نقل هذا الحدث لي حتى يعني ضمان وصوله لأكبر قدر ممكن من الشريحة المستهدفة على الأقل من رواد الأعمال أو المهتمين بهذا الجانب حتى يتشجعوا وينضموا إلى هذا العالم؟ هناك عندنا حملة إعلامية متكاملة لنقل الحدث من خلال البث المباشر في التلفزيون العماني، ومن خلال بث أخبار متواصلة عن طريق التويتر، وكذلك عن طريق اليوتيوب، وكذلك بالطبع عن طريق المتواجدين في الندوة. نحن نستهدف أن يصل عدد المشاركين إلى عدد فوق 2000 مشارك، وبهذا نضمن أن هناك مشاركة اجتماعية من جميع الفئات. كذلك نحن يهمنا أن يشارك رواد الأعمال، يشارك الطلبة سواء طلبة الكليات، الجامعات، طلبة المدارس أو الشباب، فكل هذه الفئات نحن يكون لها تواجد في الندوة، وكذلك بالطبع حيكون لنا تواجد في جميع الصحف المحلية يوميا. هناك حيكون تغطية صحفية لكل أحداث الندوة يوميا في الصحف المحلية، ومن خلال هذه التغطيات نأمل أن تصل ما يدور في الندوة وما يتم بحثه ومناقشته لجميع المجتمع العماني. نعم، يعني في قبل عامين عند الإعلان عن القرارات ووجود طبعا
كذلك ندوة خاصة بذلك. تم نقل الحدث بشكل مباشر سواء ووصلته للشباب عن طريق ما يدور ونقله على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عن طريق طبعا الجلسات التي كانت مباشرة على التلفزيون. هذا العام ستنقل إذن الجلسات والفعاليات عبر عمان مباشر، هذا ما تؤكد أستاذ خليفة، وأيضا عن طريق طبعا مواقع التواصل الاجتماعي ستكون حاضرة لنقل هذا الحدث. بالتأكيد هناك احنا لدينا لجنة إعلامية تعمل الآن بشكل مكثف لضمان إيصال المعلومة والحدث لجميع المجتمع العماني. إن شاء الله بإذن الله تعالى الكل يعني يستفيد من هذه الندوة، المؤسسات تستفيد أيضا في إعادة تقييم أدائها اتجاه قرارات سيح الشامخات، والشباب يستفيدوا كذلك مما يقدم لهم من خدمات. أشكرك أستاذ خليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، وعضو اللجنة التنظيمية لندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات 2015. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. إذن هذه فرصة لكم يا شباب، إن شاء الله أيضا من خلال صباح الشباب سنكون يعني متابعين للحدث، نوافيكم بآخر يعني الأحداث المتعلقة بهذه الندوة. يمكن هناك الكثير من الاستفسارات لديكم أو الأسئلة، بإمكانكم طبعا التواجد سواء كان من خلال المتابعة عبر عمان مباشر. عمان مباشر لهم التحية طبعا، نقل مباشر لأبرز الأحداث التي تقام في السلطنة، وضع المشاهد مع الحدث وفي الحدث، جهد يعني موفق إن شاء الله، وجهود مباركة يقوم بها الجميع عموما.